ما بعرف إذا اللي صار بهداك البيت رح يخلينا ننسى مشاكلنا الماضية ولا لا. خايفة كمان نكون عم نضحك على حالنا. ما عم بعرف كيف بدي واجه كل هذا يلي صار معي. فريحة، أنا ما وقعت عن الدرج، طلعت لفوق لبيت أمير. وشنقت حالي هنيك. شو عملتي؟ أنا حبيت موت. أنا بدي أخلص. أنا بحياتي كلها ما شفت هيك شيء. لما شفتها هيك قدامي شان أحالة وعم تتمرجح بالهواء، لو كنت متأخر شوي تاني. كلتوم ببيتي أنا وبغرفة نومي حاولت تشنق حالها. أنا بعتذر أمير. لك أنت كوراي ليش عم تعتذر مني؟ ليش عم تتأسف لإلي؟ منك أنت ومن كلتوم كمان. ما بعرف شو بدي أقوله لمين، ولا حتى بعرف شو لازم أعمل أمير. ما عرفت شو بدي أعمل. ماشي، كنت بعرف إن زعلت، بس ما كنت بعرف إن جدية. وما خطر لي أبداً إنه ممكن هي تعمل هيك شي. ما خطر ببالي أبداً إنها تحاول تشنق حالها. ابني أنا هلأ رجعت على البيت، ليكني وصلت. ابني والله جسمي كله مكسر من التعب، حاسة ظهري رح يطلع من قرنته، والله رح موت من التعب. طيب عمتي، لازمك شي؟ لا، يسلموا. أخ يا أمي والله انكسر ظهري. أخ يا ربي، أخ أخ التعب، أخ دخيلك يا ربي ساعدني. كلتوم ليش؟ كتير خجلانة من حالك. ما رح أقدر أطلع على وش أي واحد بالبيت. ما عاد فيني اطلع بوش امي ولا حتى بالمراية. كلتوم فهميني شو اللي صار فوق. حفلة ليلة راس السنة، انا كنت كتير سكرانة وهو كمان كان سكران، وبعدين ما بعرف شو صار فينا، وبعدين صار بيننا اللي صار. وانا وكوراي، انا وكوراي نمنا مع بعضنا يا فريحة. لما هداك المجنون كان خاطفك أنا كنت بالفرشة، أنا سلمت شرفي. أنت شو قلتي؟ أنت شو عملتي؟ عمتي، أنت شو عملتي؟ أنت شو عملتي؟ أنت شو عملتي؟ أنت وقفتي فيني؟ بتعرفي حالك شو عملتي فيني؟ بتعرفي حالك شو عملتي فيني؟ شو عملتي؟ قولي لي شو عملتي؟ عمتي، الله يعافيك. عمتي بكفي بترجاكي. عمتي، عمتي بترجاكي بكفي. حلت علينا يا رب دخيلك ساعدني يا ربي. يا ربي أنا شو ذنبي لحتى يصير معي هيك؟ يا ربي دخيلك يا ربي شو ساوي أنا لحتى أساوي فيه هيك؟ يا ربي يا ربي أنا شو ذنبي اللي ارتكبته يا ربي لحتى تعمل فيه هيك؟ يا ربي يا ربي دخيلك ساعدني. شو بدي أعمل إلا دخيلك يا ربي؟ دخيلك ساعدني. دخيلك يا ربي دخيلك. بنتي بنتي، انت بتعرفي شي لهذا الولد؟ خديني لعنده لهذاك الولد. هدي حالك مشان الله. ما عاد أقدر أهدى، ما عاد أقدر، مستحيل إني أهدى. فريحة بعدي على الطريق. عمتي وقفي دقيقة، بترجاكي بس وقفي. يا ربي ليش خليتني شوف هالأيام؟ يا ربي أنا كيف رح أتحمل هالعار؟ دخيلك دخيلك. كوراي، كوراي، خالي آيسون خبرتني بيلي صار. أمير منيح؟ منيح. وفريحة؟ وهي منيحة.
إذا طلعت لفوق أمير ما رح يقبل يقابلني. منيح والله أنت كمان عم تطلع فيني بشفقة، بس لا تشفق علي. أصلاً أنا متأكدة إنه أمير مو حابب يشوفني. ماشي. راسي بالطين. كيف بدي اتحمل العار يا ربي دغيل. كلثوم ناطرك بالحديقة بترجاكي تعي لنحكي. شبكي سهار، ليش هيك عم تطلعي على الزلمة؟ كلثوم؟ انت لوين رايحة؟ كلثوم؟ شو صاير لهي؟ شو بيعرفني؟ كيف بدي اطلع انا بوش العالم؟ كيف كيف يا ربي؟ انتي بوسه اللي بكفي لك والباب عم يندق بترجاكي. ايه شو اللي صاير؟ دغيلك يا ربي دغيلك. فريحة شو صاير هون؟ عمتي شو صاير لها؟ ولك احكي لك شي كلمة. دريت بكل شيء يا كوري. دريت بكل شيء؟ وشو رح يصير هلا؟ أمي ما رح تسامحني أبدا. يعني حياة بنت تضيع باسطنبول وأحلام الدراسية انتهت. عمتي أنت متخانقة مع كلثوم؟ عمتي خلاص. كلثوم تقبلي تتزوجيني؟ الشاب كان قاعد بالحديقة ليكونوا متفقين انهم يهربوا مع بعضهم. ولد شو انت عن شو عم تحكي سهر؟ هذا رفيقه للشاب اللي قاعد بالشقة عشرة، هو وكلثوم بلاية راس السنة كانوا مع بعضهم. افهم بقى محمد. محمد لا تعمل شيء. بروحك اترك السكين محمد. انت لا تتدخل. محمد لا تغلط. فلت ايدي. محمد استنى، نحن رح نتزوج. شو؟ نحن رح نتزوج. سمعتني شو قلت؟ Thank you.
تمشي من تحتنا. واحدة طالعة بنص الليلة تتفرج على ألعاب النارية وتنخطف، والتانية طالعة لفوق و... محمد بكفي، مو شايف أبوك قاعد قدامك؟ شو بدك يعني أعمل؟ أقعد وتفرج يعني؟ يعني هلأ نحن عنا عرس ما هيك؟ كلتوم رح تتزوج، رح تتزوج من هداك الندل يلي نشر صور أختي بالجرايد وفوق رفيقه لهداك الندل. آخ منك يا محمد، وافترض الشاب قال إنه ما بده يتزوج، شو كنا رح نعمل؟ قال رح يتزوجوا. عمتي عجبك الشي اللي عملته بنتك؟ محمد احترم حالك، انت عم تحكي مع عمتك. معلش يا أخي، إذا بنتي عملت العيب وما حسبت حسابي بقى مو كتير عليه إذا حكى. فريحة قليلي، كوراي عن جد رح يتزوجني؟ يعني لو كان قايل هذا الشي لما شاف السكين كنت رح أقول إنه عم يعمل هيك مشان ينقذ حاله، بس هو طلب يتزوجني قبل ما تجو بشوي. هو رح يتركني ويمشي؟ انت عن جد حابة انك تتزوجي كلتوم؟ ايه حابة، كتير حابة. قصدي انت هلأ بوضع صعب واكيد خايفة كمان. لا انا عن جد حابة اني اتزوجه لكوراي، يعني انا كتير تعبت بهالفترة، بس هو عرض علي الزواج، يعني هو بيكون حاببني ما، يعني لو ما كان حاببني ما عمل هيك، شو رأيك؟ وما كانت صارت هديك الليلة. كلتوم نحنا دائما كنا نصدق الأفلام اللي نتفرج عليها، بس هنن أحيانا بيعملوا هيك شغلات من دون ما يحبوا كمان. قصدي يعني كوراي بالحقيقة هو. فريحة بنتي انتي اطلعي لبرا شوي، الله يرضى عليكي. يلا هذا الولد عن جد بده يتجوزك يا بنتي. كوراي انت عن جد رح تقدر تعملها؟ لك يا ابني هذا زواج، يعني هالشي ما فيه رجعه وما فيه مزح، رح تقدر تعملها؟ البنت لما شنقت حالها كانت عم تمزح شي؟ وبرأيك عيلتهم اللي قاعدة تحت بتمزح بهيك شي؟ بيسمحوا يخلوا شاب مولدا يلعب بحياة بنتهم؟ ابدا يا امير، انا هالمرة رح اتحمل المسؤولية كلها، حتى لو كانت تقيلة وحتى لو شو ما صار أنا رح حل هالمشكلة يا أمير. أنا هالمرة ما رح أهرب أبدا. كوراي لا تروح هلأ، خلينا نحكي بالموضوع. لا ما في داعي نحكي أكتر من هيك، أنا رايح هلأ أمير، بتصل فيك بعدين. أنت ما عرفتيهم على بعضهم، يعني أنت كمان ما بتعرفي شي بخصوصهم؟ لا بابا، أنا شو عرفني؟ ما بتعرفي، على أساس مو رفيقك هو بالجامعة، ولك أنا شفتك مع هداك الواطي بالجرايد ومشانك رحت هجمت عليه، وكنت ناوي أطلع بروحه كمان، وهلأ الواطي ضيع بنت عمتك. أنت يلي تسببت بكل هالمشاكل، أنا شو أعمل؟ روح وصير قاتل؟ لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم على هالحكي. محمد مشان الله يا سكوت، يا روح من هون. مين هو؟ مين بيكون؟ قلي لي، فينا نثق بكلام هذا الولد اللي اسمه كوراي؟ يعني هو شب منيح بابا. ايه كتير منيح، شوفي شو عمل هذا المنيح. الشغلة صارت وراحت، ما فينا نعمل اي شيء. بعدين اختك فريحة شو ذنبها؟ ها؟ فريحة يا بنتي احكي وجاوبيني بصراحة، هذا كوراي يعني ممكن يخدعنا؟ يعني ممكن يضحك علينا؟ ما بظن يعملها بابا، ما بعرف.
بالله وشو بيشتغلوا أمه وأبوه؟ أبوه عضو بمجلس الشعب. محمد سمعت؟ شوي تانية كنت رح تقتل ابنه لعضو بمجلس الشعب. فريحة أبوه من أنو حزب؟ سهر رح تبقي هون ما هيك؟ ما قلت لك يا محمد رح ضلوا دير بالي على البنات. انتي لا تاكلي هم بنتي، اصلا انا كمان ما رح اتاخر. يلا بخاطرك. كلتون فينا نحكي شوي؟ فريحة لا تزوديه علي. لكي كمان انا بعرف انه ما انه طلب زواج طبيعي. ايه علاقتنا ما انا رومانسية مثل علاقتكم، بس انا هيك كمان رضيانة وسعيدة. انا لازم اتزوج كوراي مشان كمل حياتي صح. عم تتسمعي علينا؟ وليش بدي اتسمع؟ كنت رح فوت لعندكم وانتي فتحتي الباب. انا واقف براس الشارع، فيك تطلع من البيت؟ يلا وضعك صار منيح، فضل زواج كلتوم صار الطريق قدام رقم 10 افضل. انا طالعه. ليكي لا تتاخري اكثر من ساعه، ما عاد عرفت رح انتبه على مين منكم. اخ منك يا كلتومتي الحلوه، اخ شو طلعتي قويه. شفتي كيف تحولت غلطتك لصالحك يا كلتوم؟ اذا العريس ما كان بيحبك معقول يطلب الزواج منك فورا؟ عن جد هذا رأيك سهر؟ برأيك بيحبني؟ ليش انتي مفكرة ما بيحبك؟ ما بعرف، بس لما فريحة بلشت تحكي عنه هيك طبعا هي بتعرفه أكتر مني. طبعا وانتي مثل الهبلة سمعتي كلامها لفريحة. ماشي. يا الله شو هالعيلة هي. انتي ليش عم تقولي هيك؟ لك كلتون برأيك ليش فريحة كل هالقد مو مرتاحة لزواجكم؟ لأنه حضرتها فشلت والولد طار من إيديها. بس أنتي بوقت ما كنتي فيه بالحساب رح تتزوجي من أعز أصدقائه، فالبنت طبيعي رح يكون في شوية غيرة جواتها، وبالنتيجة هي ما تزوجت وأنتي رح تتزوجي. أنا أهلي مانن هون، يعني قصدي مسافرين برات البلد. إيه يعني ما رح يجوا معك؟ تفضلوا اسمعوا هالحكي. قال هو ما بده يجيب لا أهله ولا أعمامه. قصدي ما رح يلحقوا يجوا كلتوم، ما معنا وقت كتير. مزبوط ماشي أنا فهمتك. بس يعني هنن رح يلحقوا يجوا على العرس ما؟ طيب أنا رح أحكي معهم. ماشي لك. برافو عليكي يا كلتوم، ها خليتينا نعطي بناتنا بدون ما نعمل خطبة مثل العالم والناس. كلتوم شو قال؟ احكي يا بنتي لنفهم. ما رح خلي حياة هالبنت تدمر بسببي أمير. أنا يمكن لأول مرة بحياتي عم بتخذ قرار صح بيتعلق فيني أنا. في شي مشكلة؟ إيه في. ليكون الحل هون؟ ليكو البطل كوراي هون؟ طيب إذا أنت البطل البنت شو بدنا نقول عنها؟ مشكلة؟ ولا مصيبة؟ ولا ضحية؟ أنت مفكر بمعاقبتك لنفسك عم تكافيها لكلتوم؟ ولك يا ابني أنا بعرفك منيح. أنت لما تفوت شي شغلة بمخك بتصدقها، وبعدين بإيدك أنت بتعمل لحالك سجن وبتدخل لجواته، بس ما بتقدر تبقى فيه مسجون للأبد. فأما بتصير سجان وبتطلع
يا بتضل محبوس جواته. لا تنسى انك هربت من هاندا كمان. ها؟ هاندا، ما رح اسألك اذا كنتوا حاكين بشي، هذا الشيء رح يكون صعب علينا ثلاثتنا. ما ضل في شيء اسمه ثلاثتنا. هلا ما في غير انا وكلتوم وبس. بقينا بس انا وكلتوم امير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.